جيد مع حضراتكم الكريمة في هذا الملتقى، فحياكم الله القائمين والمحاضرين والمحاضرين له من قريب ومن بعيد. السلام لكم والسلام عليكم، السلام لكم أهل العلا من أظنكم خالقين أن تحيوا الكرام وتنصروا ما لازم التنوين يا قوم وانقضى، ففي الحي عقاب على الحي تسهروا. صحوتم وأدركتم وبات نفوسكم من العيش في دور العز تسهروا. رجال العلا الميمون إن بحاجة إلى أذن تصغي وقلب يبصر، أهالي العلا الميمون إن بحاجة إلى حكمة تهدى وعقل يفكر، شباب العلا الميمون إن بحاجة إلى عالم يدعو وداء يبكر. فحي هلا بكم، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثواكم. إن لقاءنا هذا لهو لقاء متجدد حول هذا الموضوع الذي هو موضوع مهم، وجاء حقا يعني السادة الأساتذة المشرفين على هذا الملتقى، رئيسة المنطقة مشكورة، إلى أعضاء السادة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية والتقنية وغيرها. فهذا الموضوع جاء في وقته وبين شهر رمضان، وعندنا نحن يعني في عندنا في الجزائر خاصة وفي الدول العربية إشكالية الأسعار. هي الحقيقة المفروض أنه في رمضان أن الأسعار تنخفض، لكن إحنا يدأبنا أن الأسعار يعني في هذا الشهر شهر شعبان وشهر رمضان الأسعار يعني ترتفع وتكون أسعار جنونية، لأننا إحنا فعلا جاءنا شهر رمضان شهر للوطن وليس شهرا يعني للصيام والقيام، شهر عددناه وكلنا مسؤول عن هذا الأمر، عددناه لتنافس في المواد وليس التنافس في الأسعار. أنا واحد الجزار يعني الأسبوع الماضي قلت له ما تروحش تهبط، دير بمناسبة شهر رمضان دير تخفيض الأسعار، قال لك ما نقدرش راه السوق. وهذا يجرنا إلى نحن في الشريعة الإسلامية دائما المنطلق تاعنا الخلفية الفقهية باعتبارنا أننا عرب ومسلمون، وكل شيء نعمله إلا عندنا يعني عنده فيه يعني الدين فيه مكان. أصل هذا تسعير الأسعار أو تسعير الأسعار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، الصحابة ظهرت في عهدهم يعني تضارب في الأسعار، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام سعر لنا يعني أضبطنا سعر السوق، قال إن الله هو المسعر، الله هو المسعر. في رواية أخرى قال إن الله هو القابض الباسط، الله هو القابض الباسط. في رواية أخرى دعوا الناس يسترزقوا بعضهم من بعض، يعني الأسعار لا بد أنها تكون مفتوحة في السوق، السوق أصلا جعلت أنها تكون مفتوحة ما تكونش مقيدة، يعني المفروض الدولة تكون يعني حارسة أو مراقبة أو واضعة يدها على الأسعار، يعني الجانب الاشتراكي والجانب الرأسمالي. احنا ماذا بينا دولة تكون حارسة ما تكونش يعني قابضة على الأسعار، تكون حارسة يعني تراقبها اللي هي مكلفة الدولة، كيقولوا دولة يعني بمديرية التجارة حصرا يعني بأعوان الرقابة اللي هم مكلفين بالأسعار والغش. عندنا حنايا الآن في الملتقى نتاعنا عندنا ثلاث محاور، الحرية السوق وضبط الأسعار والثالث الغش، هذه الحوايج اللي هما مدار الحياة السوق، مدار الحياة السوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أرزاق الناس أو تسعة من عشرة 19 أرزاق الناس من التجارة، الحياة كلها مبنية على التجارة، يعني واحد يبيع الواحد. لو كان نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يسترزقوا بعضهم بعض، لو كان نضبط الأسعار بسعر واحد مقنن لما استرزق أحد من أحد، ولكن واحد يعني المصنع يبيع البائع الجملة وبعد الجملة يبيع البائع التجزئة وبعد التجزئة يبيع الثاني والثالث والرابع حتى تصل إلى المستهلك، المستهلك تصل في أسعار أخرى وكان دلوها في سعر واحد. إذن هذه الحلقة نتاع التجزئة ويعني اللي يبيع بالجملة راحت، ولذلك راه الناس تسترزق بعضهم من بعض، وهذا هو مفتاح الرزق، مفتاح الرزق أن واحد يشري من واحد والناس تسترزق بعضهم من بعض، وبالتالي حرية المستهلك. المستهلك هنا أين مركزه من الحماية؟ هل هو يعني ينتظر الحماية من التاجر اللي هو الجشع نتاعه والطمع والاستزادة دائما، يعني أكيد يعني ما يشبعش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان لا يشبعان طالب الدنيا وطالب العلم، ما شاء الله احنا نكون من طلاب العلم ما من طلاب الدنيا، هذا ما يشبعوش، احنا ان شاء الله نكون من طلاب الآخرة ومن طلاب العلم، لأن العلم يعني ما تشبعش منه مهما يوميا تزيد يقول يا ليتني استزدت. أما طالب الدنيا لا يشبع، لو كان ابن آدم واديا من ذهب لتمنى الثالث وما يملأ وجوه ابن آدم من التراب. الإنسان قناعة ما عندهاش حدود، باش تضبط القناعة تضبطها بالأخلاق وبالقيم. الصحابة والتابعين وغيرهم حنايا دائما نرجو ليهم لأنهم كانوا ضابطين السعر،
ضابطين الاسعار بالقيم، ضابطينها بالاخلاق، ضابطينها بالقيم اللي هي يعني ان الله هو الرقيب، ان الله هو الحسيب، ان الله هو الذي ينظر الى انك تسترزق وتاكل حق غيرك وراك تاخذ الكفايه ليك. واحنا الصحابه عندنا ايضا فيه جاي يشتري في فرس، وهذاك البائع مش عارف قيمه تاع الفرس هذه، البائع طرف فيها قيمه كبيره، قالوا الشاري المشتري قال طرف فيها قيمه كبيره، قالوا سبحان الله هذه الفرس نتاعي هذه قيمتها، قالوا لا لا هذه قيمتها الحقيقيه، راني مانيش حاب ان نغشك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، من غشنا يعني كمسلمين ليس منا، في روايه اخرى من غشك فليس منا، بمعنى انه يمتد المعنى ويمتد يعني الضرر الى غير المسلمين، لان المدينه فيها كانوا فيها اليهود والنصارى وغيرهم المشركون، يعني اذا غشيت حتى اليهودي في تجارتك ماكش مسلم، اذا غشيت النصراني في تجارتك ماكش مسلم، اذا غشيت المجوسي ولا المشرك ماكش مسلم، لان المسلم طبعه انه ينصح. هذا الصحابي قالوا اني سمعت رسول الله قال المؤمنون نصح والمنافقون غشش، المؤمن ينصح قال قيمه السعر تاع البضاعه هذه هذه قيمتها، هذه قيمتها يعني من نبخس لكش من القيمه تاعه، البخس تاع وقال تعالى ولا تبخسوا الناس اشياء، القيمه الحقيقيه خليها للسوق، السوق هو اللي يحدد الاسعار تطلع وتهبط، لانك اذا انت قيدت السوق ما خليتش هذا العنوان حريه المنافسه، لابد للسوق ان تكون حره، السوق هو السوق هو اللي يضبط الاسعار، لانك كون تقيدها واحد ما يسترزق من واحد. لذلك كان معناتها النبي عليه الصلاه والسلام قال خلوها للسوق، خلوا للسوق، كان عثمان بن عفان وهو عبد الرحمن بن عوف من كبار يعني كبار التجار، كان هذا الدب تاعهم يشترون ويبيعون يشترون ويبيعون، كان يشتري في السوق يعاود السوق، يشتري في اثناء السوق يعاود، لانه وجد الحريه. احنا المنطلق تاعنا دائما الحريه، الحريه بدا به الكون، الكون خلق من بدايه الحريه، ان يعني الانسان حر في التفكير، حر في التجاره، حر في كل شيء حتى تصل الى القناعه الحقيقيه اللي هي انك تكون مقيم بهذه القيم والاخلاق. احنا الان رانا نحتاج خاصه في هذه الايام ايام الشهر الفضيل الى قيم تاع التجار، انهم يتمسكوا بالقيم الاخلاقيه اللي دايرينها من الدين تاعك، انك تكون يعني انك في شهر رمضان انك تبيع وتاخذ اللي كتبوا لك ربي وكان فيه القليل، لان البركه في القليل وليست في الكثير، هكذا احنا تعلمنا وهكذا تربينا. المؤمنون غش، المؤمنون نصح والمنافقون غشش. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم من الايام في السوق وراكم عارفين يعني لقى البر او لقى القمح يعني ناشف، دخل يده للداخل لقاها مبتله، قال صاحب السوق او صاحب البضاعه هذه قال من هو؟ قالوا انا فلان، قالوا هل لك شفت عن القمح يراه كل الناس؟ قالوا اصابته الماء السماء، في روايه اصابه مطر، في روايه اصابته سماء. قالوا من غشنا فليس منا، انك تكشف البضاعه العيوب، هذا نقراوا احنا في المدني وفي التجاري، يعني اظهار العيوب تاع البضاعه اظهرها، كاين بعض الاحيان الواحد يبين لك عيب بسيط يخفي به عيب اكبر من ذلك. انك تخفي العيبه يعني يتلهى المشتري اللي هو هذا حمايه المستهلك، يتلهى بالعيب الصغير وهو ناسي العيب الاكبر منه جسامه، لانه لو اطلع على ذلك العيب الاكثر جسامه لما اشترى، هو يوري له عيب قال معناها السياره فيها يا خويا تاكل الزيت، بصح موش قالوا ما قالوش راني اصلا معاودها الموتور ولا الاكسيدونت كما نقولوا حنايا، لو كان يقول لك ما هذا ما يشتريش، لا لا قلت لك غسل البرد، ولا مثلا يعني ما تقدرش توازن في اثناء السير، هذه حمايه المستهلك. لا بد للدولة أنها في بعض الأحيان أنها تراقب بعض الأسعار، وهنا عندنا إحنا في الزكاة وعندنا في الربا عندنا زوج حوايج خاصة وهما يدخلوا للسوق وهما عليهم مضارب اقتصاد اللي هما نسموهم حنايا عروض التجارة، ولا نسموهم حنايا نتاع الزكاة، هذون أصناف الزكاة أو أصناف الربا اللي هما القوت، اللي هما موقوتات أقوات الناس. شنو هي أقوات الناس؟ اللي هي الملح، هي الزيت، اللي هي القمح، اللي هي الارز، اللي هي الشعير، اللي هي العنب المجفف، اللي هو ايضا يعني التمر، هذون هم قوت الناس. علاش قوت الناس؟ لانها تدخر، يعني تدخرها عام ولا عامين ما تخسرش، هذه يقتنع بها الناس حتى يتدخرها ما تخسرش، هذه لابد للدوله ان تراقب فيها هذه الاصناف، اصناف تاع القوت، لاجل ذلك الدوله كانت تدعم السوق بهذه الاشياء، يعني يسموها الاسعار المدعمه. او البضاعة المدعمة او هذه السلع المدعمة، انها تكون مدعمة موجهة للفقير، موجهة للانسان اصحاب الحاجة اللي هم معوزون. حنايا الدولة تراقبهم باش يعني تسقف لهم الاسعار تاعهم. والحقيقة حتى تسقف الاسعار لابد ان يكون هامش، يكون في هامش من الارباح،
خاصه لباعي التجزئه وباعي الجمله، لابد انهم يستسمحون هذا الامر، او ربما ان الدوله تعطي له هامش من الربح نتاعو تضبطه بالسعر، لازم انها تباع بالسعر المقنن. ولكن بالرغم من ذلك انك افتح السوق لغيرك من التجار حتى تكون فيه تنافس، والانسان يشتري البضاعه الغاليه ولا يشتري البضاعه الرخيصه اللي هو يعني حر فيها. لذلك احنا قلنا هذه الاصناف اللي هي اقوات الناس لابد انها تكون مراقبه، رقابه لصقه من الغش، من انها تكون يعني هذه البضاعه منتهيه الصلاحيه او غير ذلك. بالرغم او رغم ذلك قلنا احنا تكون حمايه يعني لصقه للمستهلك، لان المستهلك هو مدار الحياه، هو المستهلك هو انا وانت، وايضا هو ذلك الذي يراقب، ذلك المراقبه ايضا تدور عليه الدائره، دائره التجاره. بالرغم ان هذه حزمه القوانين اللي راها دائما يعني المسؤولين على التجاره وعلى الاقتصاد او على التسيير يحطوا هذه الحزمه من القوانين. السؤال المطروح كما ذكرته رئيس المنتقى مشكورا دكتوره هوري صباح، هل فعلا صارت هذه القوانين مراعيه وضابطه للسوق ام لا؟ هذا هو الاعيار. هل تحتاج الى يوميا اننا نعد القوانين ام لا؟ اهم حاجه هي القيم الاخلاقيه. الانسان اذا راحت من القيم الاخلاقيه تاعو وخليته في السوق، فإن القمع أو فإن الجشع ذاك يخلي التجار أنهم يوميا يعني وراء الجشع وراء الطمع وراء الربح السريع والسهل السريع. هذا جوج حوايج أرجو أن أكون أطلت عليهم كثيرا، إنما هي يعني كلمات مباخرة من دون تحضير إن شاء الله، وعذرا على إطالة السادة الأساتذة رئيس المنتقى والسادة الأعضاء والدكاترة مشكورون جدا، وعذرا على الإطالة.